صنف واحدا من أفضل 100 عالم أسهم في تغيير تاريخ البشرية، وأثبت خطر نظرية بطليموس. ورث شغفه بالفلك كما جده، واكتشف شغفه بالرياضيات من عمله في تطعيم العاج. إنه ابن الشاطر، رائد نظرية النظام الشمسي، الذي نتعرف عليه اليوم في حلقة جديدة من شخصيات تاريخية. ولد أبو الحسن علاء الدين بن علي بن إبراهيم بن محمد بن المطعم الأنصاري المعروف باسم ابن الشاطر في دمشق. توفي والده وهو في عمر السادسة، فكفله جده، وكان جده كبيراً للمؤقتين لمواقيت الصلاة بالمسجد الأموي، وعلى قدر من المعرفة بالفلك، حيث كان عمله يتطلب الاهتداء بحركات الشمس والنجوم، وذلك لمعرفة مواقيت الصلاة، وهو ما أورثه شغفه بالفلك. بعد وفاة الجد كفله ابن عم أبيه وزوج خالته، وهو من علمه تطعيم العاج، ومنه اكتسب كنيته المطعم. وخلال عمله هذا تعلم الكثير حول الرياضيات والتصميمات الهندسية، حيث كان عمله وثيق الصلة بالأشكال الهندسية وحساباتها الدقيقة في التصميم والتنفيذ، لوضع التصميمات الخاصة بتطعيم أخشاب الأبواب والنوافذ والجدران والأثاث وألعاب الأطفال الخشبية المطعمة بالعاج الملون. وهكذا ساهمت نشأته في خلق شغفه بكل من الفلك والرياضيات. لقد برع ابن الشاطر في مهنته وذاعت شهرته، واستطاع أن يجمع ثروة كبيرة، وقد استغل هذا المال في التنقل بين الأمصار والبلاد المختلفة لتعلم الرياضيات والفلك، وجاب بلاد فارس والعراق ومصر في رحلة علمية استغرقت 3 سنوات، وكان القرن 8 الهجري 14 الميلادي الذي عاش فيه ابن الشاطر أشهر قرون الحضارة الإسلامية في مجالي الرياضيات وعلم الفلك. وأضاف ابن الشاطر إلى علم الفلك الكثير بفضل جداوله الفلكية الكبيرة والصغيرة ورسائله القصيرة عن الآلات الفلكية وعملها ووظائفها، وعن تطويره لبعضها واختراعها لبعضها الآخر. ومن أشهر مؤلفات ابن الشاطر أرجوزة في الكواكب، ولفظ الجواهر في معرفة الخطوط والدوائر، والزيج الجديد، ولمعة ابن الشاطر، وهو الكتاب الذي شرحه ولخصه من بعده كثيرون من العلماء في أنحاء العالم الإسلامي طوال قرون تالية في الشام والعراق. وكان درة مؤلفاته كتاب زيج ابن الشاطر، ومن خلاله تتضح معالم مدرسته الفلكية ومنهجه الذي يعادل في تميزه مدرسة ابن يونس الفلكية مصر. حقق فيه أماكن الكواكب وبين سائر حركاتها، ويأتي هذا الزيج أو الجداول الفلكية من حيث ترتيبه التاريخي بعد زيج البتاني وزيج الطوسي وزيج ابن يونس الحاكمي. تظهر أهم سمات ابن الشاطر في ابتكار الكثير من الآلات وتصحيح المزاول الشمسية، كما ظلت كتبه في الأسترولاب والمزاول الشمسية متداولة لعدة قرون. نجح ابن الشاطر في قياس زاوية انحراف دائرة البروج بدقة كبيرة، وسبق في ذلك علماء القرن 20، حيث قدرها ب23 درجة و31 دقيقة. كان ذلك في حوالي سنة 1365، علماً بأن القيمة المضبوطة التي توصل إليها علماء القرن 20 بواسطة الآلات الحاسبة هي 23 درجة و31 دقيقة و19.8 ثانية. ربما يكون هذا هو الإنجاز الأهم والأشهر، حيث استطاع ابن الشاطر أن يبرهن على خطائية نظرية بطليموس، وقال بأن الأرض تدور حول الشمس والقمر يدور حول الأرض، ولذلك صنف ابن الشاطر ضمن أفضل 100 عالم غيروا من وجه البشرية وأثروا فيه. وقد برهن ابن الشاطر فلكيا ورياضيا على أن الأرض تدور حول نفسها على محورها مرة كل يوم، فيتكون الليل والنهار، وحول الشمس مرة كل سنة شمسية فتتكون الفصول الأربعة. لم يكن ابن الشاطر أول من قال بهذا الرأي، فقد وضع البيروني من قبله نظرية مقاربة، لكنه لم يستطع أن يبرهن عليها فلكيا أو رياضيا. لم تتوقف جهود ابن الشاطر الفلكية عند حدود مؤلفاته، فقد ابتكر ساعة أسماها البسيط، علقت على إحدى مآذن الجامع الأموي كي يعرف منها الوقت ليلا ونهارا بالساعة والدقيقة. روى المؤرخ خليل الصفدي أنه رأى في قصر ابن الشاطر بدمشق آلة من النحاس معلقة على جدار لا يزيد قطرها عن 30 سنتيمترا، وبها عقرب يدور حول مركز الدائرة بانتظام عجيب، وقد ظن أنها أسترولابا، فأخبره ابن الشاطر أنها ساعة ابتكرها وصنعها ليعرف بها الزمن في النهار والليل
دون رمل ولا ماء ولا ظل متحرك للشمس، وهي بذلك تعد أول ساعة حائط معدنية ميكانيكية عرفها العالم. وهكذا استطاع ابن الشاطر مثل كثير من العلماء العرب أن يسبق الغرب ويخط اسمه بحروف من نور في تاريخ العلوم.